نروح مقر إقامة الفريق الأثيوبي ونشوف فايز مجدي مراسل قناة الأهلي هناك ويقول لنا إيه الأجواء الخاصة بفريق جيما الأثيوبي. اهلا بيك زميلي امير هشام، واهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. ان شاء الله يوم سعيد علينا كلنا وعلى كل جماهير النادي الاهلي. زي ما احنا عارفين النهارده ان شاء الله بدايه مشوار النادي الاهلي في بطوله دوري ابطال افريقيا لمواجهته مع فريق جيما الاثيوبي. ان شاء الله بدايه موفقه في مشوار النادي الاهلي في البطوله. خلينا اكلمك عن بعثه الفريق الاثيوبي. البعثه بالفعل وصلت مطار برج العرب على طيارتين، طياره الساعه 1:15 صباحا وطياره الساعه 3:15 صباحا، وتجمعوا هنا في فندق توليب برج العرب واستلموا الغرف على الساعه 5 صباحا. بالفعل تناولوا وجبه الافطار زميلي امير على الساعه 7 صباحا، ووجبه الغداء هتكون بعد قليل ان شاء الله، وجبه العشاء هتكون الساعه 9 مساء بعد المباراه. في فرض تخلف بالفعل عن البعثه، وجه الساعه 7 صباحا خطوط الجويه لمصر الطيران. الطريف من كواليسنا برضو زميلي أمير إن البعثة مبسوطة جدا بتواجدها في القاهرة، وإن هم هيلعبوا فريق كبير زي فريق النادي الأهلي. ولما دخلوا الفندق في الريسبشن في صورة لمحمد صلاح، البعثة كلها اتصورت مع الصورة، فخورين طبعا بمحمد صلاح، دي حاجة طبعا مشرفة لينا. وبالفعل إن شاء الله هيكون تحرك الفريق للاستاد إن شاء الله للملعب، هيكون الساعة 4:30 مساء إن شاء الله. دي كانت تغطيتنا حتى الآن زميلي أمير هشام وكواليسنا، وإن شاء الله معاك مستمرين لما يستجد من تقارير. شكرا زميلي أمير هشام وإلى الاستوديو.